أما الآن فنذكر بأن الزميل الشهيد طارق أيوب كان قد استعد لتصل الجزيرة قبل ساعة من إصابته ووفاته، كان على استعداد لأن يواصل مع زملائه، كان على استعداد لأن يواصل معهم التغطية المباشرة، وكان فعلا أثناء القصف على سطح مكتب الجزيرة قبل تدميره، وكان يستعد كما قلنا بالإضافة إلى زملائه الآخرين لكي يشارك معنا في هذه التغطية المباشرة، ولعله يعني لم يكن يعرف قدره في ذلك الوقت، إنها إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن مرة أخرى نعزي ذوي الفقيد ونرجو لهم الصبر والسلوان، ونرجو له الرحمة وأن يكون مقبولا عند ربه شهيدا للواجب. وهذه الصور التي التقطت أثناء أحد التقارير أو أثناء أحد البث المباشر قبل أن يتوفى بساعة من الزمن. طارق أيوب رحمه الله.